Hello everyone this is chef Nao with you all the way from Norway in the following series I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home حلوه للاطفال ممكن نستخدم اي نوع فواكه احنا بنحبها او اطفالنا بحبوه فواكه طازجه او مفرزه مثل هيك مفرزه اي نوع اطفالكم بحبوه واحد كوب فواكه العيار تبعنا واحد كوب فواكه بنملأه بالماء منشان يكون عندنا كوب عصير ممتلئ كمية الماء هي اختياري ونوع الفواكه هو اختياري ممكن عصير عصير مصنع أو عصير غير طبيعي حسب رغبتكم تابعوا الوصفة حتى النهاية لأنه في أكثر من بديل عندنا بنوضع عصير كوب عصير الفواكه بالوعاء على حرارة فوق المتوسطة بنحرك بنستخدم اي قالب متوفر عندنا سيليكون او حتى قوالب التلج او كوب بلاستيك هذه قوالب التلج جيلاتين عند الغ... عند بدء الغليان نوضع ثلاث معالق جيلاتين كبيرة يوجد جيلاتين نباتي وجيلاتين من الأسماك وجيلاتين بقري أنا وضعت جيلاتين بقري أهم شيء يكون حلال نقلب جيد حتى يذوب الجلاتين تقريبا دقيقة دقيقتين بنصفي الخليط وبنسكب في القوالب القوالب موضوع القوالب سهل عدة بفرجيكو خيارات نوضع في قوالب التلج أي قوالب متوفرة عندنا ممكن كوب بلاستيك نطحن فواكه ممكن نوع واحد أو ممكن نوعين أنا حعمل عيارين اللي هو نوعين فواكه الفراولة مع الكوكتيل يعني كوكتيل حامل كوكتيل اختياري انا عملت عيارين مع بعض الكمية هي اختياري ممكن احنا نضاعف الكمية نفس الشيء ونفس العيارات ممكن احنا نحلي بالعسل الطبيعي او بدبس التمر التحلية هي اختياري التحلية اذا الفواكه الولاد بحبوها حلوة شوية ممكن نوضع العسل الطبيعي او دبس التمر بنصفيه تحلية أي نوع تحلية هي اختياري ولكن العسل نضيفه آخر شيء العسل من شان ما يفقد القيمة الغذائية تبعته العسل بنسكب هيك وبنتركها حتى تبرد تماما ونضعها بالتلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم هيك أصبحت جاهزة العسل دائما بنوضعه آخر نص دقيقة هيك بالكوب البلاستيك ممكن احنا نشرحه ونعمله دوائر بعد ما نسكب الكوب البلاستيك نعمله الى دوائر بنغلف بالشكل احنا بنحبه العسل العسل اذا اذا طهينا العسل احنا ما بتحمل حراره كتير بفقد القيمه الغذائيه تبعته بصبح مثل السكر العسل من هيك العسل نوضعه اخر نص دقيقه العسل من يحتفظ بالقيمه الغذائيه تبعته بنغلف اي غلاف احنا بنحبه اذا متوفر عندنا هذا كله متوفر في الاسواق ورخيص جدا الغلاف والورق السليفان والنايلون هذا كله متوفر في السوق ورخيص جدا هذا هو اختياري صحة وعافية في امان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة